استقبل الغاز من طب تخيل احنا دلوقتي الارض اللي كانت بالخصصه بقت محطات كبيره عملاقه سيطر الرئيس فتحها، استقبلنا الغاز الطبيعي من اعماق البحر اكبر من 6 يعني احنا بقينا اسرع من الزمن عشان كده والله صحيح احنا بقينا جديد. يعني انا فاكر لما كنا بنتكلم عن حقل ظهر ده، يعني انا حاسس ان هو مذاكر امبارح. احنا واحنا فن احنا أنا تقريبا احنا في عصر الاعجازات، يعني قناه السويس متحفر في سنه صح، لما حقل ظهر يتعمل في اقل من 18 شهر، لما شرق بورسعيد يتعمل في اقل من 18 شهر، مجموعه انفاق العملاق 4 انفاق مش نفق واحد صح، بيتعمل في اقل من 18 سنة ونص شهر. الخير فكده فعلا يا نبيع الخير بدا تظهر عندنا ان شاء الله، الخير كله للاجيال الجايه، كل الاجيال الجايه.